الحمد لله ذي الجلال والكمال، والحمد لله الكبير المتعال، الحمد لله لا تنفد كلماته، والحمد لله لا تحصى آياته، له الحمد بالنعماء والفضل العظيم، له الحمد بالقرآن والذكر الحكيم. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع وتفجر، وما طلع صبح وأسفر. وصلاةً وسلاماً طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما سار سفين للحق وأبحر، وما على نجم في السماء وأبهر، وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر، صلاةً وسلاماً إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد المطلق المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الشرفي بالمركز، فضيلة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن عضو هيئة بن عبد الرحمن السعيد عضو مجلس الشورى سابقا وعضو المجلس الشرفي بالمركز، فضيلة الشيخ إبراهيم بن حمد الهدلك المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض، سعادة المهندس إبراهيم بن صالح الزامن رئيس بلدية الشفا ونائب رئيس مجلس البلديات، معلمين الفضلاء أباءنا الأفاضل، أيها الحضور الكريم، سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا، سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق يا سمينا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، على متن سفينة شامخة كنا، وها هي اليوم ترسو ليترجل ركابها عن متنها، بعد رحلة قد مضت ذهب غرمها وبقي اليوم غنمها. حفظنا الكريم، ظلت سفينتنا في البحر ماخرة تسابق أمواجه وتكابد أثباجه، واجهتها الريح فما غيرت وجهتها، وقذفتها العواصف فما حطمت نشوتها، وهي تجري بنا في همم كالجبال، وتنادي من تخلف اركب معنا ولا تكن مع الخالفين. ولازالت رحلتنا مستمرة لنلتقي هذا اليوم في الحفل التكريمي السنوي لأهل القرآن، نرسو الآن على شاطئ الختام وميناء التكريم، بعد رحلة وجهتها إلى الله والدار الآخرة، وهدفها خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وركابها أبناؤكم، وطاقمها مشائخنا، وربانها من نحن حسنة من حسناته، دعها سماوية تجري على قدر، الله يحفظها والله يرعاها. أما الآن فنقدم لكم صورة حية مباشرة من نتاج مراكب الخير، وتلاوة مع الطالب سعد بن علي الكلثم من مجمع الآئمة بجامع الملك خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذا فخر الإنسان يوما برتبة فحفاظه بالفخر أولى وأفضل، فطوبى لحفاظ الكتاب فإنهم مع الصفوة الأبرار في الروض ترفل. أما الآن نبقى سوية مع كلمة ترحيبية لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الرحمن الرويشد، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي وعضو مجلس الشورى مجلس الشرفي بالمركز، صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن حمد الهدلق المدير التنفيذي بالجمعية
سعادة المهندس إبراهيم بن صالح الزامل رئيس بلدية الشفاء ونائب رئيس مجلس بلديات مدينة الرياض، صاحب الفضيلة الشيخ هزاع بن سعد الهزاع مدير مجموعة طيف نجد، صاحب الفضيلة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن السعيد عضو مجلس الشورى سابقا وعضو مجلس الشرف بالمركز، الشيخ إبراهيم الهدلق نائب مدير الشؤون التعليمية بجمعية خيرية حفظ القرآن الكريم، فضيلة الشيخ مسفر أذيح إمام هذا المسجد المبارك، أصحاب الفضيلة أيها الجمع المبارك، أبناؤنا زملاؤنا معلمي حلقات هذا المركز يعني مركز الجنوب، إخواني وزملائي مدرسي حلقات تحفيظ هذا المركز، أبناؤنا الطلاب زملائي الأساتذة، أيها الجمع المبارك، أهل القرآن، هنيئا ثم هنيئا لمن اشتغل في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهنيئا لمن علم وتعلم وأشغل عمره في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه من أفضل الطاعات وأعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى لمن حفظ هذا القرآن وعمل به بأن لا يشقى بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إخواني الأفاضل، أيها الإخوة أهل القرآن، أقول لكم هنيئا لكم هذا التكريم وهذا الاحتفاء وهذا الجمع المبارك، وما نقدمه ما هو إلا من باب المنافسة ومن باب التشجيع والتحفيز فقط، وإلا أجر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى يوم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كتاب الله نور للأنام وخير هاطل مثل الغمام. حفنا الكريم، نبقى الآن مع تكريم الطالب الفائز في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والمجمع، وكذلك مقرئ الطالب والخاتمين والمتميزين في اختبار الأجزاء الحاصلين على الدرجة الكاملة. يقدم هذه الفقرة فضيلة الشيخ علي السالم المشرف التربوي بالمركز، فليتفضل الشيخ عبد الله بن محمد المطلق للتكريم مشكورا مأجورا. الطالب عبد الله بن سعد اليحيى وقد حصل على المركز الأول في الفرع الثاني في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتجويده من مجمع حلقات الأميرة سارة. تكريم الشيخ أسامة بن علي الغانم الذي تولى إعداد الطالب المسابقة من قبل الجمعية. يتم الآن تكريم الخاتمين والناجحين في الاختبار النهائي لعام 1436. توقير نصار شيخ من مجمع الخلفاء بمسجد العيد، عبد المنعم عبد الحميد أحمد عامر من مجمع الخلفاء بمسجد العيد، محمد عويس شفيع الله باشا من مجمع الخلفاء بمسجد العيد، رمضان علي عبد الوهاب من مجمع الأميرة سارة، عبد الرحمن محمد نهار من مسجد فهد السبعان، لال زاد صاحب زاد من مسجد فهد السبعان،
عزان عاصف رفيق من مجمع الخلفاء بمسجد العيد. فراس محمد يحيى قاسم النهاري من مجمع الخلفاء بمسجد العيد. يحيى محمد يحيى قاسم النهاري من مجمع الخلفاء بمسجد العيد. الوليد علي سليمان الفراج من مجمع الأميرة سارة. أحمد ممدوح أحمد الشريف من مجمع الأميرة سارة. وائل رجب عبد حمادة من مجمع الأميرة سارة. عبد العظيم محمد عبد العظيم من مجمع الأميرة سارة. أحمد مسعد أبو زيد السيد من مجمع الأميرة سارة. حفيظ الدين عبود هاسم من مسجد سعد بن عبادة. أحسن الله أمين سعيد من مسجد سعد بن عبادة. عبد العزيز محمد عبد الله الخطاف من مجمع سعيد بن زيد. عبد الله عبد الحي سليمان قاسم من مسجد سعيد بن زيد. محمود محمد محمود عبد المقصود من مسجد سعيد بن زيد. أحمد فهم السيد علي الديباوي من مجمع سعيد بن زيد. محمود محمد سيد أحمد السناري من مجمع سعيد بن زيد. ضياء الدين فرح جاد من مجمع سعيد بن زيد. رأي حفلنا الليلة سماحة الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حفظه الله، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الشرفي بالمركز، يرطب أسماعنا بنفحات من ثغره ونور من فجره، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله الذي جعلنا ممن يفرح بهذه المواقف ويتشرف بها ويأتي إليها ويدعمها. القرآن الكريم شرف الأمة، والله تعالى أمرنا أن نفرح به حين قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون. القرآن الكريم سجل الأخلاق، التحصين الذي يطعم المسلم به أولاده فيقيهم كثيرا من أمراض الأخلاق. دائما نقول ونحتسب على الله ما نقول أننا لم نرى في السجون أحدا من أهل تحفيظ القرآن، لأن التحفيظ بإذن الله تحصين من أمراض الأخلاق. هذا الذي نجتمع له اليوم هو من أعظم نعم الله تعالى علينا التي لمسناها في المدن وفي القرى وفي الهجر. أتينا إلى الرياض عام 97، ما في الرياض أحد يحسن التجويد إلا اثنين تقريبا. الآن جاينا من طريق الحجاز
وواقف في قرية بسيطة جدا، واسمع قارئ فيها سن سليس يقلد سليس، قل سبحان الله، هل بركة العظيمة الآن أصبحنا في القرى الآن نجد الحفظة الذين يتقنون القراءة الذين يسمعوننا القرآن كما أنزل. والسبب هذه الحلقات المباركة التي نجتمع لمثلها اليوم، هذا الخير الذي نعيشه يا إخواني يرعاه أناس بأموالهم ويرعاه أناس بأوقاتهم ويرعاه أناس بدعمهم بألسنتهم وبجاههم، كل هؤلاء شركاء في هذا الخير الذي نراه. بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ لا فرض فوك شيخنا الغالي وأطال الله بعمرك على طاعته. كتاب لو قرئ على الحجارة لانصدعت، ولو تلي على الكواكب لانتثرت. ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة، ومع الطالب أحمد ماهر أحمد من مجمع حلقات صالح العقيلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. بارك الله فيك. ألا إنه التنزيل والذكر والهدى، فأكرم بتاليه وأعظم له الأجر، ففيه من الإعجاز ما لفكر عاجز، وفيه من الإيجاز ما حير الفكرة. أيها الإخوة الفضلاء، نبقى الآن مع تكريم الفائزين بمسابقة الهزاع الرابعة والمعلمين والمجمعات الفائزة ولجان المسابقة، يقدمها فضيلة الشيخ علي السالم، وليتفضل الشيخ إبراهيم الهدلق بالتكريم، وجزاكم الله خير. مسابقة الشيخ سعد الهزاع رحمه الله الرابعة لحفظ القرآن الكريم
والتي كانت برعاية ودعم من الشيخ هزاع بن سعد الهزاع. الفرع الأول القرآن الكريم فئة الطلاب. الأول عبد المنعم عبد المجيد عامر، وقد حصل على الترتيب الأول من مجمع الخلفاء. الثاني أحمد فايق محمود هزاع مع ولي أمره، وقد من مجمع الحلقات صالح العقيلي. ونع التكريم في هذا الفرع شهادة زائد مبلغ مالي. الفرع الثاني 15 جزء فئة المعلمين. الأول رضا منير إبراهيم العربي من مسجد سعيد بن زيد. الثاني سعود بن زايد الفيعي من مسجد الملك خالد. الفرع الثاني 15 جزء من فئة الطلاب. الأول عبد الرحمن بن فرج عبد الرحمن مع ولي أمره من مسجد عروة بن الزبير. الثاني محمود بن يونس خير الله مع ولي أمره من مسجد الخلفاء. الفرع الثالث 10 أجزاء. الأول عبد الرحمن يونس خير الله من مجمع الخلفاء. الثاني أحمد ماهر أحمد مع ولي أمره من مسجد صالح العقيلي. إن الله أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم هذه النعم وأجلها نعمة حفظ كتاب الله عز وجل وتدبر آياته. إن من أسباب السعادة وانشراح الصدر قراءة كتاب الله بتدبر وتمعن وتأمل، فالله وصف كتابه بأنه هدى ونور ورحمة وشفاء لما في الصدور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما أنزل الله كتابا من السماء على نبي من الأنبياء أعظم ولا أجل من القرآن الكريم الذي نزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم في خير ليلة هي ليلة القدر، في خير شهر هو شهر رمضان المبارك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب بهذه المنزلة حري بأن يكون من قرأه وحفظه وتدبره وعمل به حري بأن يكون من أهل الله وخاصته. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلاء العتق والقدم. سلاما كلما ابتسمت ثغور ترتل آية قرآن كريم. سلاما يا أحبتنا توالى كمثل الشهد في عبق النسيم. حفلنا المبارك نبقى وإياكم مع تلاوة تفوح مسكا وريحانا، ومع الطالب زيد أبو تيلي من مجمع حلقات جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا فضل أبوك وزادك الله من فضله نبقى الآن مع تكريم الداعمين والمعلمين المتميزين ومسابقة نافسين الثالثة ومسابقة التحبير الثانية والمجمعات والمساجد المتميزة في إنتاجية الأجزاء والمجمع المستضيف لبرنامج رباط الحفاظ والموظفين السابقين يقدم هذه الفقرة فضيلة الشيخ علي السالم وليتفضل سعادة المهندس إبراهيم الزامل والشيخ إبراهيم العيد للتكريم جائزة التميز السنوية للمعلمين التي تم تخصيصها هذا العام لمعلمي التلقين المتميزين عرفانا بالدور الكبير الذي يقومون به وهي عبارة عن شهادة زائد مبلغ مالي الشيخ مصطفى بسيوني خليل من مجمع حلقات جامع الأميرة سارة الشيخ عصام أحمد محمود مرسي من حلقات السمو بجامع نور العجلان الشيخ عاطف قمصان من مجمع حلقات جامع النمر الشيخ محمد يحيى طه من مجمع حلقات الأئمة بجامع الملك خالد